نعم هناك ديون تراكمية لسنوات ماضية تقدر ب 25 تريليون في ذمة الحكومة الاتحادية، هي عبارة عن مبالغ لواجبة السداد صراحة على الحكومة الاتحادية في ذمتها لحكومة البصرة المحلية، وذلك من خلال حسبة ولغة الأرقام التي تخص البترودولار. من الممكن يعني في المستقبل أن يكون هناك عملية تفاوض، إما إصدار سندات مالية وغيرها من هذه الأمور التي تصب في مصلحة محافظة البصرة لإنشاء مشاريع استراتيجية. هذه المشاريع بالتأكيد سوف تصب في مصلحة ليس فقط محافظة البصرة بل كل المحافظات، كأن تكون طرق حولية رئيسية أو تحلية ماء البحر وغيرها من هذه المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها محافظة البصرة.